صباح الخير على احلى شباب من الدنيا. موجود معاكم النهارده في منطقه باكر كوي. ان شاء الله هنعمل جوله في منطقه باكر كوي الساعه 10:30 الصبح. المكان اللي انا واقف فيه ده هي محطه باكر كوي على الساحل البحر مرمره، واحنا اللي ورايا ده الشارع الرئيسي اللي فيه بقى كل حاجه. هندخل وهنشوف في ايه لحد المين سكوير او الريبابليك سكوير اوف باكر كوي. طبعا عند الريبابليك سكوير ده في محطه مترو برضو ممكن تنزلها لو انت جاي عن طريق المترو. يلا بينا نبتدي الجوله بتاعتنا. باكر كوي طبعا معروف عنها ان هي منطقه شعبيه ومنطقه برضو تعتبر حيويه، والاسعار فيها يعني مش غاليه قوي، يعني مقارنه طبعا بالمناطق بتاعت السلطان احمد وتقسيم والاستقلال. احنا هنحاول نشوف ايه الحاجات اللي فاتحه طبعا والحاجات اللي موجوده فيها. طبعا احنا لسه الصبح ويعني بنقول يا هادي. واضح ان هم يوم الاحد بيفتحوا متاخر، يعني انا توقعت ان هم بيفتحوا بعد الساعه مثلا 10. يعني مثلا هنا بقى في ملابس وفي سيل اهو 200 تركيش ليره، حاجات فساتين و 500. يعني احنا ممكن نعمل جولة كده نشوف المحلات اللي فاتحة وهنشوف هنقعد قد ايه. في اهو مصريين تقريبا هو بيتفرجوا في حاجات، طبعا لانجيري. طب يا شباب احنا طبعا جينا من الساحل لحد هنا، طبعا دي كلها المفروض محلات. طبعا وقت الذروه طبعا بعد الساعه 2 والساعه 3 هتبقى الدنيا زحمه النهارده لحد، فعشان كده تقريبا الدنيا هاديه خالص الساعه 11 الصبح. بس ده بقى يعني يعتبر سوق مفتوح في باكر كوي. بعد بقى ما خلصنا المرحله الاولانيه من باكر كوي بنيجي هنا بقى للميدان اللي انتم شايفينه قدامكم ده. الميدان ده فيه مفترق طرق على ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال وتكمله لقدام. احنا هنكمل دلوقتي لقدام وهنخلي اليمين والشمال بعد ما نشوف الجزء اللي هو في نفس الطريق بتاعنا. في حاجه مهمه جدا عايز اقول عليها، وهي السوق بقى اللي هو تحت الارض ده اللي هو بتنزله من السلالم دي. السوق ده من ارخص الاسواق الشعبيه اللي موجوده في باكر كوي وفي اسطنبول كلها. هو موجود تحت الارض لمسافه طويله جدا، يعني احنا دلوقتي ماشيين المفروض فوقيه. هنا بقى بقيه المحلات زي ما انتم شايفين، محلات اللبس اللي هي العاديه اللي هي فيها الماركات التركيه اللي هي ممكن تكون مش معروفه، يعني محلات لبس عاديه تركيه يعني. وفي محلات برضو زي ان ستريت وفلو وفي اديداس وفي ريبوك. وبصراحه باكر كوي حلاوتها ان هي اسعارها هاديه، اسعار اللبس فيها بعيد عن الماركات المعروفه، اسعار حلوه. يعني انت ممكن تروح تشتري من هناك اي حاجه انت عايزها هتلاقيها، بدايه من ملابس البيت، الملابس الخارجيه، الاكسسوارات، الشباشب، الجزم. يعني بصراحه كانت هي شامله كامله لكل حاجه. فيها مطاعم كتيره جدا جدا واسعارها افضل بيامه من المناطق السياحيه ووسط اسطنبول اللي احنا عارفينها زي السلطان احمد وتقسيم وسكودار وشارع الاستقلال. باكر كوي ما تعتبرش منطقه سياحيه، هي منطقه طبعا سكنيه من الدرجه الاولى. وزي ما انتم شايفين برضو الدنيا هاديه فيها. ليه؟ لان هي مش سياحيه والنهارده الحد، فبالتالي الدنيا خفيفه لسه، الناس ما صحتش من النوم. افضل وقت طبعا اكيد تروح فيه هو اكيد يبقى الدنيا شغاله فيه بعد الساعه 12 بعد الساعه 1. زي ما انتم شايفين قدامكم المكان ده طبعا بالليل بيبقى يعني لحد الساعة 9 زحمة جدا، والمحلات بتقفل حوالي الساعة 8 9 بالليل. فانت افضل وقت تروح فيه الوقت اللي هو يبقى المحلات كلها فاتحة وفي نفس الوقت لسه الدنيا هادية. زي ما انتم شايفين برضو ان باكر كوي منطقة بيغلب عليها الطابع التركي الهادي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي منطقة سكنية، فبالتالي مفيش زحمة سياح عرب او اجانب، فانت هتبقى ماشي في قلب بقى ايه مناطق الاتراك اللي هم عايشين فيها. وميزتها ان هي تعتبر قريبه برضو من قلب اسطنبول، وفيها محلات اكل كتيره جدا يا جماعه بجد.
واسعارها حلوه يعني، انا مهما اتكلمت مش هقدر اقول كل المحلات اللي موجوده. باكر كوي تقدر توصل لها عن طريق الاتوبيس اللي جاي على الساحل لو انت هتركب من ايمينونو، او تقدر تركب المترو، وزي ما انتوا هتشوفوا في اخر الفيديو محطه المترو اللي هي موجوده في ميدان ريبابليك سكوير. المحلات فيها حاجات حلوه، ده طبعا جريتز المشهور والمعروف للميك اب وادوات التجميل للنساء. زي ما بقول لكم باكر كوي فيها محلات او ماركات معروفه ليها فروع في كذا مكان تاني، وفيها محلات اللي هي المحلات العاديه اللي هي مثلا واحد تركي عنده محل بيجيب بضاعه وبيبيعها، فمش لازم كل المحلات تبقى ماركات معروفه يعني، فهي مزيج من الاتنين ودي حلاوتها. اسعار الصرف طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين الليره التركيه بتساوي الدولار بيساوي حوالي 33 ليره تركيه، بيزداد كل شويه حوالي 20 ل 25 سنت. في عروض طبعا على طبعا هنا الكومبير، طبعا يا جماعه الكومبير ده من الحاجات المهمه والحلوه جدا اللي الاتراك بيحبوها. كنت عايز اقول ان ساعات بيكون في عروض حلوه قوي في المحلات دي على الملابس، يعني مثلا ايه اشتري قطعتين وخد التالتة فري، لان هم اكتر كمان بيبيعوا ممكن بالجملة او بالعدد يعني، لان باكر كوي منطقة زي ما انا بقول منطقة شعبية، فالمحلات اللي هناك بتعتمد على كده. وزي ما انتم شايفين برضو اللي سي واكيكي موجود، وشفنا قبل كده كذا محل من المحلات المعروفة. زي ما انا قلت المحلات الاساسية اللي هي اللي سي وديفاكتو وجريتز و فيها اديداس ونايك وريبوك برضو موجودين هناك، كل ده موجود هناك، وبيزيد عليهم بقى ايه المحلات اللي هي العاديه. احنا هنا وصلنا لاخر المرحله الثانيه من منطقه باكر كوي، وده بقى اللي هو السوق اللي هو تحت الارض. حلو جدا يا جماعه، انا ما لحقتش ادخله المره دي، المره الجايه ان شاء الله هعمل لكم فيديو مفصل عنه. بعد كده بقى نكمل بقيه الشارع اللي احنا سبناه. زي ما انتم شايفين المحلات برضو هي نفس الطابع، في محلات تركي بس يا جماعه بجد الحاجات حلوه جدا يعني. انا شايف ان الناس تحاول ان هي تلاقي فرصه او وقت ان هي تروح تزور منطقه باكر كوي. ليه؟ لان زي ما بيقول اسعار فيها حلوه، وفي زي ما انتم شايفين محلات اوتلت، وطبعا اكتر المحلات اللي موجوده هناك خاصه بالنساء، يعني مش هتلاقوا المحلات اللي هي خاصه بالرجال قوي، هي خاصه بالنساء والاطفال بس، في المحلات العادية بتاعتنا اللي احنا عارفينها يعني. فبالتالي هي هتبقى بصراحة زيارة لذيذة جدا لباكر كوي. باكر كوي منطقة تعتبر مهمة ليه للأتراك، لأن هي تعتبر في قلب اسطنبول بقى. لو عايز تروح لضواحي اسطنبول، عايز تروح لوسط اسطنبول، الإيجارات فيها تعتبر حنينة، أسعار إيجارات الشقق وأسعار المحلات غير المناطق المعروفة بقى زي بيبيك وساحل اسكودار وكاديكوي، دي بتبقى بالنسبة لهم مناطق للناس الأغنياء أكتر يعني، دي تعتبر الطبقة المتوسطة اللي موجودة في تركيا. فيها طبعا سوق للخضار وهنشوفه معانا برضو، وفيها مولات وهنشوف المول ده في فيديوهات تانية لينا، أنا مش قادر أعمل كل حاجة في الفيديو عشان باش الفيديو طويل. باكر كوي حلاوتها برضو في حاجة، ان انت لو عايز تفصل بقى عن الزحمه وعن الاسعار الغاليه، فبتروح زي ما انتم شايفين اندرم 50%، حاجه حلوه جدا يعني بصراحه، والاسعار ذات نفسها لوحدها حلوه يعني، فتقدر تروح منطقه زي منطقه باكر كوي. طبعا احنا يعني عشان كنا يوم الاحد الصبح الدنيا زي ما انتم شايفين يعني هاديه خالص، المحلات الساعه 10 ونص 11 لسه ما فتحتش كلها، ولسه الناس مفيش حركة، فده يعلمك ايه انك يوم الحد الصبح في الاماكن اللي هي مش سياحية هتلاقي فيها الدنيا فاضية، فهي سلاح ذو حدين، ان هي مش هتبقى زحمة، وفي نفس الوقت ممكن معظم او بعض المحلات ما بتفتحش بدري، فانت ممكن تستغل الموضوع ده في حاجتين، ان انت تروح مثلا على الساعة 11 ونص 12 اول ما تفتح المحلات دي تشوف الدنيا فيها ايه والكلام ده، وبعد كده ايه تكمل بقى يومك في اسطنبول. ادي محل اني ستريت طبعا المشهور. احنا هنا رجعنا للنقطه تانية اللي هي اخر الشارع ده. احنا هنا بقى هناخد بقى نتجول في الجنب اليمين، يعني احنا كنا جايين من ورانا الساحل كملنا لغايه الريبابليك سكوير، وبعد كده هنرجع بقى ندخل الشارع اليمين اللي هو كان عنده مفترق الطرق اللي هي الصينيه اللي الناس كانت قاعده فيها دي.
بصراحة الشارع ده عجبني في حاجة، إن هو فيه محلات أكل كتيرة معروفة بقى، زي طبعا تافوك دونياسي دونر، ومحلات بيتزا بقى تانية، ومحلات شاورما، يعني في كل حاجة. وفي طبعا كذا ماركت، منهم بيم ومنهم ميجروس، وزي ما انتم شايفين الأسعار جامدة جدا جدا في المكان ده يا جماعة بجد، لأن زي ما قلت باكر كوي منطقة شعبية، فالحياة فيها وسطية يعني. وباشا دونر طبعا من الحاجات اللي معروفة، يعني انت هتتمشى في المنطقة وهتلاقي نفسك فعلا عندك كل حاجة يعني. والأسعار غريبة، إن معظم المحلات دي والمطاعم دي موجود ليها فروع في حتت تانية، والأسعار أغلى من كده. ده يقول لك إيه؟ إن الأسعار في المناطق السياحية دايما بتبقى أغلى. ده هنا باكر كوي دونر طبعا، زي ما شايفين محل كبير وأسعاره حلوة برضو، واسكندر كباب. وطبعا الصبح بقى الساعة 11 أهم حاجة يبتدوا يعملوها، اللي هو إيه؟ عجن والخبيز للحاجات المخبوزات اللي هيبتدوا ياكلوها للناس طول اليوم. ده هوت دونر طبعا زي ما قلت لكم، من المحلات الحلوه جدا. في بقى هنا محلات الشنط ومحلات الشوز وحاجات كويسه جدا. لسه كله بيحضر للاكل، لسه كله كان بيحضر للاكل بقى اللي هيبيعه خلال اليوم. الناس بقى قاعده بقى لسه في الصبحيه بتاكل. ده طبعا عنده بقى ايه المخبوزات اللي هي البوريك والفطاير والحاجات دي، بيحبوا هم ياكلوها الصبح على الفطار مع الشاي مع القهوه. ودي طبعا الكب كيكس والحاجات برضو المخبوزات. ده طبعا محل الايس كريم. ايس كريم بقى لو تاكله هناك بقى يا جماعه في تركيا تحفه، غير الايس كريم اللي هو جاهز، يعني الايس كريم اللي هو بيبقى معمول ومحطوط في الثلاجه وتاخد بالبوله، ده بيبقى تحفه بجد، خصوصا الاطعم اللي هي بتبقى مختلفه زي المستيكا والاناناس والحاجات الطبيعيه والفواكه. هم عندهم طبعا ما شاء الله يعني منتجات كتيره جدا، والالبان عندهم من الحاجات المميزه يعني، يعني كل منتجات الالبان في تركيا من الحاجات اللي هي هتبقى مميزه فعلا. ده محل مثلا للاعشاب والبهارات والحاجات اللي هي خاصه بالبشره والحاجات دي. زي ما انتم شايفين الشارع يعني هو شارع سكني، وفي نفس الوقت شارع جميل جدا، فيه مطاعم وفيه حاجات جميله جدا يعني. ده كان اللي هو وانت جاي من طريق الساحل في مفترق الطرق، بعد كده دخلنا يمين هنا، دي بقى بقيت باكر كوي، مفيش محلات ورا. احنا بقى هنرجع تاني لايه؟ للمفترق الطرق. مقبول ده من المحلات الحلوه يا جماعه، اللي لازم دايما لما تلاقوه في اي مكان تدخلوه، لانه فيه اسعار حلوه جدا بالنسبه للمكسرات والبقوليات والحاجات الحلوه اللي هي السناكس. يعني هو بيبيع بجد باسعار جامده جدا، وعنده زيوت، زيوت زيت زيتون وزيوت طبيعيه زي ما انتم شايفين بقى، كل المكسرات بكل انواعها، اللب والسوداني والكاجو والفستق والبندق، والميكس بقى بحاجات تانية رهيبه، وحاجات بالشوكولاته واطعم مختلفه جدا، وهي مش رمضان والزبيب والبلح. يعني بجد محل من المحلات اللقطه الحلوه اللي انتم لازم تشوفوها. ودي طبعا عنده بهارات وعنده اعشاب وعنده برضو ايه بقوليات، فهو لازم برضو تدخلوه اول ما تشوفوه قدامكم. دي ما زالت برضو محلات المطاعم اللي موجودة. طبعا الاسعار في تركيا حدث ولا حرج، الاسعار بقت غالية جدا جدا، فالاسعار اللي انت شايفينها قدامكم دي مش هتلاقوها في الاماكن السياحية، يعني عشان بس ما حدش يشوف الاسعار دي ويفكر ان هي موجود ممكن فين، في مكان زي السلطان احمد او تقسيم او بايزيد او اسكودار. لا يا جماعة، الاسعار دي هتبقى موجود في الاماكن الشعبية فقط. حتى منطقة فاتح اللي هي عند مسجد محمد الفاتح أغلى من كده. إحنا هنا مكملين بقى للجزء التاني اللي هو الشارع المقابل، اللي هو كان على إيدنا الشمال وإحنا جايين وظهرنا للساحل. إحنا زي ما إحنا قلنا، إحنا خدنا الشارع لحد المترو، وبعد كده رجعنا خدنا الجزء اليمين وده الجزء الشمال. هو الجزء الشمال ده بقى فيه حاجتين، في بعض المحلات وفي مولين. أول مول معانا هو المول اللي قدامكم ده، انا ما دخلتوش برضو، يعني هو مول ممكن يكون في حاجات كويسه وانا ما اعرفش فيه ايه بصراحه. وفي مول تاني الناحيه التانيه، ده انا عملت فيه فيديو وان شاء الله هبقى اوريه لكم. المحلات برضو جوه المولات هي نفس المحلات المعروفه، البراندات التركيه والبراندات العالميه ومحلات اخرى تانيه ممكن تكون مش معروفه بالنسبه لنا. يعني هو مش من المولات المعروفه، بس هو طبعا واحد من اكيد الاماكن المهمه يعني. هنا احنا وصلنا للمترو اللي هو بقى كان في اخر الشارع، اللي هو واحنا ظهرنا للساحل واحنا رايحين للريبابليك سكوير. ده المترو
بتاع باكر كوي، باكر كوي استاسيون، واحنا كده في اتجاه طبعا الريبابليك سكوير. زي ما احنا شايفين اللي في وشنا ده كان الشارع لحد الساحل، واحنا هنا رايحين للريبابليك سكوير. الموضوع مش صعب، هو انت عندك طريقين، يا تيجي عن طريق البحر لو واخد الاتوبيس من ايمينونو، تمام، او ممكن تشوف الاتوبيس اللي بيروح لباكر كوي على الساحل بوركن بيطلع منين برضه، ممكن يكون بيجي من كاراكوي وتقسيم، انا ما اعرفش، انا ركبته من ايمنونو. وممكن تيجي عن طريق المترو، لو هتيجي عن طريق المترو هتاخد الطريق عكس اللي احنا كنا جايين له من المترو لحد طريق الساحل، لو انت هتيجي عن طريق الساحل هتاخده لحد طريق المترو. ده الريبابليك سكوير، هنا طبعا بيبقى فيه احتفالات وقعدات، وزي ما انتم شايفين اي مناسبه سواء خاصه باسطنبول او خاصه بتركيا بتتعمل هنا. ده الريبابليك سكوير اوف باكر كوي. في اخر الريبابليك سكوير بعد ما تخلصوا بقى هتلاقي ايه الدولمش، وفي الاتوبيس بيعدي من هنا برضه، بس اكيد دي ليه خطوط تانية، يعني الاتوبيس او الدولمش. اتمنى تكون جولتنا في باكر كوي عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتابعوا كل فيديوهاتنا الجاية، واشوفكم على خير ومع السلامة.